السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معايا خبرين مختلفين، فضيحة للفنانة رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة، وإثارة للجدل وركوبها للترند مرة أخرى كالعادة، وأمال ماهر وعلامات استفهام كبيرة جدا حول اعتزالها للفن أو للغناء بشكل عام. هنشوف تفاصيل كتير معايا في الفيديو، بس في البداية نوحد الله ونصلي على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. مفيش شك إن أمال ماهر صوت قيم جدا وصوت كبير جدا، على الأقل خالص أفضل بكتير في صوتها وفي كلام أغانيها عن بتوع المهرجانات بتوع اليومين دول، فهي بالفعل خسارة فنية كبيرة جدا إنها تعتزل التمثيل أو تعتذر عفوا الفن والغناء. ناس هتقول لي طبعا هو الحلال وانا معاكم في النقطه دي، بس هي مش سايباه بارادتها علشان هيبقى عندها اتجاه ديني او عشان هي اتحجبت، لا ده هي مجبره، وده بان جدا في كلامها لما قالت: جمهوري العزيز الذي سندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم نظرا لظروف خاصه وخرج عن ارادتي. تخيلوا، يعني خارج عن ارادتها، ابتعادي، اعلن ابتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء، وإن كنت سأعود مرة أخرى أم لا فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط، فكل ما أفكر به حاليا هو ابتعادي فقط لا غير. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مسمى، كنت في غاية الحماس لتقديم لكم الجديد والجديد، ولكن أنا بعتذر وأنا خلاص هسيب الفن عموما. ده كان في يعني في المجمل في الحاجات اللي هي قالتها من في فترة كبيرة كده يا جماعة، وفي حرب كبيرة قايمة على أمال ماهر، رغم انها من اهم الاصوات المصرية على الساحة، ان احنا دايما بنسمع ليها اغاني في الراديو، نادرا جدا لما بتسمع لها اغنية في راديو، او لما حتى حد بيستضيفها في برنامج او تعمل لقاء او حتى حوار صحفي، ده حاجات نادرة جدا. نفس الوضع على التلفزيون او اي نشاط او حتى في تترات المسلسلات، ما بنشوفهاش كتير. حتى هي عملت البوم سكة السلامة كان مكسر الدنيا، اتمسح كله من على اليوتيوب، وده عليها علامات استفهام كتيرة جدا. حتى مسلسل إلا أنا اللي كانت عاملة كمان البداية بتاعته هو اتمسح من على اليوتيوب. وقبل اعلان كمان اعتزالها اللي هو كان اليوم، كان لسه بالامس منزله كمان بوست على صفحتها وبتقول انها فسخت خطوبتها اللي بقالها 48 يوم بس. ففي علامات استفهام كبيره جدا في حياه امال ماهر. بصراحه احنا كلنا محتاجين نفهم ايه اللي بيحصل، ايه مدى تدخل طال عمره في الفن المصري، والى اي مدى سلطته واصله للدرجه دي. يعني ايه سلطته انه يقعد فنانه بحجم وقيمه امال ماهر في البيت بالشكل المهين قوي ده؟ يعني اكيد في حاجة كبيرة. أمال ماهر كمان عاملة هاشتاج يا جماعة وكاتبة فيه: الفنانة المصرية أمال ماهر. أعتقد دي إن ده استغاثة، إنها تحت ضغط كبير جدا. في أقاويل كتيرة كمان طلعت وقالت إنها كانت متجوزة تركي آل الشيخ وكان تعدى عليها بالضرب وإن هو السبب في كل اللي بيحصل ده. بصراحة عيب، وعيب على البلد نبقى إحنا أول دولة عربية بتدعم يعني بتدعم كل الناس بصراحة عشان أكون حقيقية، ويجي واحد أو أيا كان مين يقعد فنانة في بيتها بالشكل المهين قوي ده. أنا مش عارفة، أنا بجد دمي محروق عليها قوي، لأنها حاسة أنها مجبرة جدا، مجبرة جدا على كل الحاجات اللي بتحصل لها. طبعا أكيد أي قرار هي أخدته هو بناء على أحداث ومواقف، يعني هي أكتر واحدة عارفة تفاصيلها، ولكن لو راحتك مع هذا القرار رغم أنه ناس معجبة بيها كتير مش عاجبهم القرار ده بصراحة، إلا إحنا دايما هنحترمه وندعو لك بالتوفيق، وإن شاء الله ربنا يجعله في خير ليكي قرار اعتزالك الفن. والله أعلم في خطوط او علامات استفهام كبيرة اكيد هحصرها لحضراتكم في فيديو قادم، بس مش حابة اطول على حضراتكم في الموضوع ده. هدخل معاكم على الموضوع التاني اللي هي دايما ودائما عايزة تكون ترند حتى لو على حساب اي حاجة، رانيا يوسف.
رانيا يوسف نزلت صورة اللي حضراتكم شايفينها مع رئيس نادي برشلونة، وكتبت عليها تعليق بسيط ان هي بس مبسوطة وفرحانة انها موجودة هناك، وقالت كمان اقوى صفقات التاريخ على الصورة بتاعتها، وكتبت انا مع اجمد رئيس نادي في العالم رئيس نادي برشلونة. طبعا التعليقات ما سكتتش ابدا على الكلام اللي هي قالته، وناس كتير طلعت هاشتاجات كبيرة جدا زي اللي حضرات كم شايفينها. انا مش حابة اقول كل الالفاظ لان لو قلت هندخل في تفاصيل كتيرة جدا، اصلا رانيا يوسف بتحبها وبتحب تسمعها. طبعا هي ردت على الناس قمة الوقاحة وقلة الأدب عشان صورة صورتها قلبت الضحك، وقلت طبيعي مش لازم نقف على كل كلمة عادية، إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها، متحرشين أكثر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده، متحرشين ولازم يتفضحوا. ده اللي رانيا يوسف علقت عليه لما نزلوا هاشتاج كبير، وقالوا باك شمال، وقالوا هنلعب على الهيجة المرتدة، وكلام كتير جدا عملوه بالفعل هاشتاج وخلاص. يعني هي طبعا الصورة رانيا يوسف مش موضوع انك بتشجعي كورة، هو الصورة اللي انت متصورها دي مش فيها علاقة انك بتشجعي كورة او ما بتشجعيش. طبعا الناس ما سكتتش خالص على رانيا يوسف في الكلام، وهي كمان ما سكتتش، كل واحد كان بيعلق عليها كان بترد عليه بكلام كبير جدا. هي اساسا بتحب تتفضح او بالترند، اهم حاجة يكون رقم واحد ايا كان على اساس ايه. ناس كتير خدت الموضوع بضحك، وانها انا كمان متأكدة يعني انها فرحانة جدا بالترند، ويمكن بتحاول تنسخه كتير جدا علشان يعني يزيد او ينتشر. انا برضو هقول لك جملة، من يحترم جمهوره جمهوره بيحترمه. معروفة انك لو هتحترم جمهورك في صورك اللي بتنزليها او في طريقتك، انما ده العادي طبعا بتاع رانيا يوسف اللي هي دايما بتحب تعمل جدل ايا كان عشان ايه. اعتقدش ان اي حد هيقول اي جملة هيكون متحرش، هي شايفاه متحرش عشان هي عايزة تشوفه بالنظرة دي، ومش جديد على موضوع البطانة، ومش موجود ومش جديد على موضوع فساتينها ورقصها وكل حاجة. هي متعمدة اثارة الجدل حتى لو على حساب انها تسمع كلام ممكن ما يعجبش اي حد، لكن هي حابة كده. اهم حاجة رانيا يوسف كل ما البساط بتسحب شوية من تحت رجليها بتطلع ترند على حساب نفسها الاول والاخير. وما ظلمناكم ولكن انفسكم تظلمون، طبعا مقصود بها ايه ومفهومة، هي دايما ظالمة نفسها. انا بشكركم وبعتذر لو كنت طولت على حضراتكم، هاممني جدا في الموضوع ده. الموضوع الاهم بالنسبة لي امال ماهر، ان شاء الله ربنا يوفقها في حياتها اللي جاية ويكون خير ليها، ويكون اعتزالها يمكن هو ده الخير اللي ربنا كان شايله ليها. بشكركم جزيلا، تابعوني في فيديوهات جاية كتير، ما تنسونيش بلايك. سلام عليكم.